ما جاء الضرب بالعصي حتى بالفم واحد كهربائي وانا عارف شنو يعملوا به يحصلوا وحتى وصل للتحرش الجنسي لساعات طويله ونحن هكاك على تلك الهيئه يجيك مجموعه تسلط عليك نوع من انواع التنكيل والتعذيب وبعد تجيك مجموعه اخرى تقول لك وقف امشي على الطريقه الفلانيه ازحف على كرشك في الارض قبل ما تخطي الحيطه ذاك نحسب لك على خمسه ما تخلطش يدخلوا فيك بالضرب بالمشتى كيما جاء معناها في اي بلاصه بعد توقف يبدو يدور فيك تطيح الدوخ عادي معناها واحد من الناس قالوا لي امشي معناها منحني وقول حيحان فهمتني وما كانش يضربوك توقفت في وقت بن علي ما شفتش معناها التعذيب هذايا بل معناها في إطار البحث في إطار التحقيق تتعذب صحيح خاطر لو جو على معلومة معينة ما يقولش عندك سيبوك ولكن هذايا تعذيب ليس من أجل الوصول إلى معلومة تعذيب فقط واستهم من الله أعلم شنو الهدف من ورائه قرابة 30 ولا 35 عون معناها يقوموا بالتعذيب معناها فهم مقسمين أرواحهم هم فهم ناس معناها عندهم سلاح ومعناها يعملوا في الحراسة فهم ناس فهم معناها اللي يعذب معناها سبورتيف ملابس معناها سيرفاتمون وسبادري جايب الذمة معناها للتعذيب هذيك هي المهمة متاعها وفهم ناس معناها لبس كومبا ومنحي معناها البرتكان لبس شلاك فمنهم واحد معناها يضرب فيا وقال لي معناها باش نخلي لك حاجة في مخك عمرك شريت واحد لبس كاقول ولبس شلاك يضرب فيك قلت له ما ريتش قال لي هاك بشتري قال لي مرة جايب شتري معناها حاجات أخرين وانا عملوا لي وضع الفلقه تضربت بالفلقه على السقاية وبعديك معنا بعد تطور ولا يعيطوا لي يقول عيط قول يحيى بن علي عيط يحيى بن علي قلت له ليش نعيط يحيى بن علي قال لي ما كنتم شباب الثوره نحيتوا بن علي ها باش نوريكم كيفاش نحيتوا بن علي قال لي عيط يحيى بن علي بقيت قرابه ساعتين ناكل في الفلقه ومشت في جنابي وكف من واحد معنا حط لي وجهي في القاعه كي ونزل لي بالبرتقال على راسي مع اللي خشمي هذايا من هنا كان مخبش هذا كل قلت له سيبني معايا كاو انا قلت كيحيى بن علي معناها سيبني قال لي لا انت باش ننتقلوا بك لمرحله اخرى جاء معناها رئيس الفرقه نتاعهم جبدني وحدي قال لي هاي تويكا باش نعمل لك معناها تصريح نعمل لك فيديو قال لي مصيبت مش تروح على روحك جابني معناها مقابل تبنيو كيف الضوء اربع او خمس عوين بالتليفونات صوروا فيا قال لي هز يديك الفوق وقول اللهم اسقي بن علي كاس من الجنه قلت له ليش قال لي قول اسقي اللهم اسقي بن علي كاس من الجنه بالراحه لروحك قلت له اللهم اعطي بن علي على قد قلبه قال لي معناها انت تعرف بن علي قلبه خايب معناها وتريد له الشر عاودوا رجعوا يعذبوا فيا معناها رجعوا يعذبوا فيا مره اخرى ما معناها ما كفوا عليا ما تبقت لهم مش يحبوا امه قالت له باهي اللهم اسقي بن علي كاس من الجنه قال لي صحيت هكاك